تفضل. طيب هل سبق النبي قتل أحد من الذين بدلوا دينهم؟ أبدا أبدا أبدا، لم يسبق للنبي أن قتل مرتدا. المرتدون الأربعة الذين حشروا في أهل الردة في مكة، ابن خطل وكذا، هؤلاء كانوا مسلمين وقتلوا قتلوا يعني ابن خطل مثلا وهو أشهر مرتد، قالوا أن النبي قتله. هذا كان مسلما، أرسله النبي مصدقا فقتل مسلما وهرب إلى مكة، هذا يقتل جنائيا تماما. فلذلك مش عقائديا، كعب الأشرف انصح أنه النبي قتله، هذا محارب، المحارب لم يرتد، هو محارب يهودي محارب ونقض العهد. فلذلك الكثير من الأمور التي قد ينسبونها وبأسانيد ضعيفة، يعني معظم ما يقولون النبي قتل فلان وقتل فلان والعراني أسانيد ضعيفة أصلا، يصدقونها في النبي، بس لو فعلها حاكم أو أموي لقالوا ضعيف. فلذلك الله المستعان، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب.